سامح رحيم، دلوقتي موضوع عايزين نتكلم فيه، هل الصفات ينفع اكتسبها؟ يعني صفة مثلا صفة الشجاعة، صفة عدم الكذب، الأناة، الحلم، الصفات هل ينفع تكتسب أم إن هي حاجة خلاص إنسان اتولد بيها؟ إحنا عندنا قاعدة شرعية بتقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر. ده حديث رواه بعض العلماء زي ابن حجر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء رواه عن ابن مسعود زي ابن ماجه. في يعني في اختلاف هل الحديث مرفوع او موقوف، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ولا ابن مسعود قاله، بس هي قاعده تقول لك انما العلم بالتعلم. عايز تبقى عالم ابدا اتعلم حاجات بسيطه واحده على واحده تلاقي نفسك عالم، انما الحلم بالتحلم قلد الرجل الحليم لحد ما تبقى انت عندك حلم وتتصف بذلك، وانما الصبر بالتصبر تبدا تصبر نفسك لحد ما تتصف بهذه الصفة، صفة الصبر. يعني بيقولوا على بعض، يعني في شاعر بيقول ايه، تعود بسط الكف حتى لو أنه سناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت آمله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. الانسان اللي بيبدا يقود سياره بيتعب في الاول ويغلط، وواحده واحده بيبدا يتعود خلاص تبقى حاجه متطبعه فيه، لدرجه ان انا بشوف سواق الميكروباص يبقى سايق الدركسيون وبيشرب قهوه وبيتكلم موبايل وعمال يعد الفلوس، ما اعرفش ازاي بس هو ايه خلاص بيتعود. ولو احنا بصينا في صوره الشمس نجد ان الله بيقسم، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهم كل ده، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ربنا أقسم على حاجة واحدة اللي هي النفس بعشر أقسام لبيان عظم هذا الموضوع، تزكية النفس. إن يعني أنت لازم على طول تحاول تزكي نفسك وتحاول تربي نفسك وتحاول تشوف إيه الصفة السيئة وتخلص منها والصفة الكويسة وتكتسبها. وفي صحيح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لي أشج بني عبد قيس، إن فيك الخصلتين يحبهم الله عز وجل. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إيه هما؟ قال له الحلم والأناة. الناس دول القبيلة دي لما جت بني عبد قيس جم وحطوا، أول ما وصلوا لقرب المدينة سابوا كل حاجة وقعدوا جريوا، وراح الرسول صلى الله عليه وسلم هو ده لأ بهدوء نزل وقعد يظبط هدومه ويشوف يربط الخيل بتاعه، وراح الرسول صلى الله عليه وسلم. فبيقول له أشيء استفدته أم شيء جبلت عليه؟ ده شيء أنا اكتسبته ولا شيء طبيعة فيا؟ فقال له بل شيء جبلت عليه. قال الحمد لله الذي جبلني على ما أحب، ما يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فدي في دليل إن ممكن تبقى حاجة أنت اتصفت بيها وحاجة اتولدت بيها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لكذا واحد من أصحابه، مش واحد بس، لا تغضب. لو كانت حاجة جبلية في الإنسان إن هو بيغضب ما مرش بها إنسان، ما مش هيمر بها الرجل بحاجة هو ما يقدرش يكسبها. لو كانت الأخلاق تحوى وراثة، ولو كانت الآراء لا تتشعب، لأصبح كل الناس قد ضمهم هوى كما كل الناس قد ضمهم أبو. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فأبكوا، فإن لم تبكوا فتبكوا. يعني لو أنت ما قدرتش توصل لحاجة حاول فيها واجتهد فيها، تمام؟ وقال الأحنف ابن قيس وأحلى من العرب، إني لست بحليم ولكني أتحالم. أنا مش حليم، ما عنديش الصفة دي، بس أنا ببذل جهدي إن أنا أتحالم. وفي واحد إبراهيم بن أدهم بيكلم مع واحد، فراجل غضب فكلم بكلام قبيح، فقال له يا هذا اتق الله وعليك بالصمت والحلم والقزم. قال فأمسك. ثم قال له بلغنا أن الأحنف ابن قيس قال كنا نختلف إلى قيس بن عاصم نتعلم الحلم، كما نختلف إلى العلماء نتعلم العلم. يعني بيروحوا لقيس بن عاصم ده يقعدوا جنبيه كده ويشوفوا الناس مثلا بتنرفزه ازاي وهو هادي، يشوفوا الناس بتعمل ايه وهو هادي كده فاللي احنا في نقاس بيقول تعلموا الحلم تعلما ولقد تعلمته من قيس بن عاصم. أتى قيس بن عاصم كان قاعد فجابوا له ابنه ميت مقتول، فجابوا القاتل مين؟ ابن عمه. فقال له ايه؟ نقصت عددك انت العدد القبيله بتاعتك انت نقصتها، انت الخسران، واهنت عزك وقتلت ابن عمك وقد عفوت عنك، وان امه لسكلى
وقد حملت لها 100 من الإبل من مالي، دفع دية ابنه من فلوسه هو فدى ابن عمه بدل ما يموت. هو في أول مرة لما بتيجي تكتسب صفة جديدة هتتعب، قول 100% هتتعب، تانية 80%، تالتة 60%، مرة على مرة هتلاقي الموضوع بقى عادي وتلقائي. فأنت شوف كده واحد، أنت تقول يا الراجل ده فيه صفة حلوة أوي، طب ليه ما تبقاش الصفة دي فيك؟ أشوف هو بيعمل إيه وأبدأ أعملها. اللي بيبقى شغال في شغل مسائي وحراسات ليلية أو شغال في المطارات بورديات ويقول لا أشتغل كل يوم الصبح، بتلاقي في الأول كده مش عارف ينام، وواحدة واحدة لحد ما يبدأ يتعود على الموضوع دوت. الرفعي بيقول فمن ألزم نفسه الجود والإنفاق راضها رياضة عملية كرياضة العضل بأثقال الحديد، زي ما أنت بتشيل حديد كده تتعب في الأول لحد ما واحدة واحدة تلاقي نفسك اكتسبت العضلات ومعاناة القوة في الصراع ونحوه. أما الشح فلا يناقص تلك الطبيعة، ولكن يدعها جامدة مستعصية لا تلين ولا تستجيب ولا تتيسر. وأستاذ أحمد أمين بيقول بص اللي بيركب الدراجة أو البسكليتة أول مرة مش قادر يظبطها ومش قادر يسير كويس ويبدأ يقع وبتاع، بعد جهد جهيد تبدأ تستقيم في إيديه، مجرد ثبت بس، مجرد بس بتجنب الأخطاء، واحدة واحدة بيبدأ يسوق من غير إيد خالص. ضعيف الإرادة بيتأرجح في أمره كما يتأرجح راكب الدراجة عند ركوبها أول مرة. اللي هو قوي الإرادة واحدة واحدة هتلاقي بدأ يكمل الطريق ويبدأ يعني يقود الدراجة بسهولة جدا. إذا اعتاد الفتى خوض البناية فأهون ما يمر به الوحول. اللي بيفسد الإرادة إن أنت تعزم وبعد كده تغير رأيك وبعد كده تعزم وبعد كده تقول لي راح لحاجة تانية، فخلاص كل شوية كده الأمور مش تكمل، لازم قررت هدف تحاول فيه على قد ما تقدر وربنا يكرم إن شاء الله وكمل فيه. وفي ناس بتعمل بتدي لنفسها عقاب أو مكافأة بحيث إنها تبدأ تكمل الموضوع دوت. في ابن وهب بيقول نظرت إني كلما اغتبت إنسان أنا أصوم يوما فأجهدني فكنت أغتاب وأصوم أغتاب وأصوم، فلا نفسه مش قادر يسيطر على الموضوع دوت. فنصر لو اغتاب إنسان هيتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركته الغيبة. هو عايز يكتسب صفة معينة إن هو يسيب الموضوع الغيبة، فبدأ يجتهد ويصوم، كل ما اغتاب حد يصوم تمام، بعد كده بدأ يتصدق بفلوس، فمن حب الدراهم بدأ ترك الغيبة خالص. انت اللي هتصنع حياتك، انت ما نعرفش كل واحد فينا يعيش قد ايه في حياته الايام الجايه دي، بس لازم تحاول تخليه افضل ما يمكن الايام اللي جايه دي، تخليه افضل من اللي فاتت. كل انسان في هذه الحياه قادر ان هو يصنع حياته، عايزها فقيره يقدر، غنيه يقدر، سعيده يقدر، شقيه يقدر، زي ما انت عايز. البيئه مش حجه، ولا ان انا اتولدت كذا ولا في كذا ولا اتعودت على كذا. انا كنت عصبي جدا وانا صغير وقعدت اجاهد نفسي لحد ما موضوع العصبيه ده اتلغى تماما، ونسال الله ان الواحد يبقى هادي وما يتعصبش غير الحق. واتمنى ان شاء الله كل واحد يكتب صفه كده معينه ويجتهد ان هو يكسبها، واول ما يكسبها يدور على صفه تانية ويكسبها، يدور على صفه وحشه ويعترف مع نفسه كده بيها ويكتبها ويجتهد ان هو يتخلص منها.